شعارك يكون كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشاعر: يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. وأحسن من هذا الكلام كلام ربي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال الله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أقسم بالله يا أحبابي في الله أنه فرق بين من أطاع الله عز وجل في هذه الدنيا وبين من عصى الله عز وجل في هذه الدنيا، كما قال الله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والله لا يستوون يا أحبابي، هذا أطاع الله وهذا عصى الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. هذا في الجنة وهذا نسأل الله العافية والسلامة في نار. فريق في الجنة وفريق في السعير. والله يا أحبابي في الله، ليذكر الله قلبه حي. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذي يذكر الله حي، وأن الذي يبتعد عن ذكر الله ويبتعد عن مساجد الله ويبتعد عن كتاب الله ولا يذكر الله سبحانه وتعالى فإن قلبه ميت. قال الله عز وجل في سورة طه: فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس في هذه الآية: لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة. طب الذي يبتعد عن ذكر الله يا شيخ نايف؟ قال بعدها سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أجل ذلك قال الله عز وجل في آية أخرى: ومن كان في هذه أعمى في الدنيا أعمى عن ذكر الله فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فإنه في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نسأل الله العافية والسلامة. والله شيخنا في آية الله عز وجل يقول: فلما نسوا ما ذكروا به. ما معنى شيخنا؟ جاءت آيات الله وجاءت أوامر الله فنسيها. واحد جاء وذكروا بصلاة العشاء سحب عليها، واحد جاء ذكروا تبه لا تروح تعصي له سحب عليه. فلما نسوا ما ذكروا به، يقول ابن عباس: فلما أعرضوا عما ذكروا به ماذا حصل يا شيخ نايف؟
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فتحت الدنيا، خذ اللي تبغاه، تبغى وناس خذ اضحك في الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.